السلام عليكم الاخوان، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير. غبرت بزاف على يوتيوب ومبقيتش كنحط بزاف ديال الفيديوهات وطاح التفاعل، وغبرت مدة عامين دابا وانا غابر لظروف خاصة. ماشي انا ما بغيتش نغبر زعما غير هكاك، اولا زعما مني الراسي غبرت، طراو بزاف ديال المشاكل اللي خلوني انني بعد، وكما تيقولوا نراجع راسي ونعرف راسي شنو باغي وشنو ما باغيش، وفي نفس الوقت نطور تامل المحتوى ديالي. ولكن نقدر نقول لكم طرا مشكل لي كبير بزاف هو اللي خلاني انني بعد هاد العامين هادي، وكنت غادي في واحد الطريق اللي زويونه، وكنت كنعالج مواضيع اجتماعيه في فيديوهات ديالي. نتوما راكم كنتو كتشوفوا هادشي هذا كامل، وبالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا هاد لا فيديو تقدروا تدخلوا تشيكيو لاشين ديالي تشوفوا الفيديوهات، لان راه فريمون كنت كنعالج مواضيع اللي واعرين، وكنت كنلقى المتعه ديالي وانا كنعالج دوك المواضيع وكنصور وانا مرتاح وعاجبني الحال، وكنلقى اقبال كبير من عند الناس وكان كيعجبهم هذاك الشيء وكيعجبهم الافكار ديالي والطريقه باش كنت كنعالج الافكار الاجتماعيه. ولدرجه فيديوهات ديالي وصلوا تقريبا العالم العربي كامل، لدرجه جات قناه تلفزيونيه اللي شرات من عندي فيديوهات ديالي وكانت كدوزهم في الشرق الاوسط كامل، تركيا، السعوديه، قطر، الامارات، يعني كاع كما تيقولوا الدول اللي كاينين في الشرق الاوسط كاملين كانوا كيدوزوا تما فيديوهات ديالي، وكانوا كيدوزوا في الوقت ديال رمضان اكثر، ومازال ليومنا هذا كيدوزوا. وديك القناه التلفزيونيه سميتها يوسات تيفي، مازال كيدوزوا ليومنا هذا فيديوهات ديالي، وهذا شرف كبير والحمد لله. واخا غبرت هاد العامين هادي مازال الناس كيشوفوا الفيديوهات، مازال الناس كيتلاقاو معايا في الزنقه تيقولوا لي علاش حبستي، علاش هادي، خصك تكمل. داكشي علاش انا خرجت بهاد لا فيديو هذا، غير باش نوضح شي امور، وما بغيتش ندخل في التفاصيل لان هادشي كيبقى من حياتي الشخصيه، لانني ما عمري انا درت شي فيديو بحال هذا ولا خرجت في يوتيوب ولا شي حاجه بحال هكا نبدا نبكي ونشكي. وهاد الفيديو هذا بين قوسين راه ماشي البكا والشكا ولا شي حاجه بحال هكا، وانما غير توضيح للناس اللي مازال كيبغيو ايوب الرياحي ومازال كيتسناو الفيديوهات ديالو. بغيت نقول لكم انا غادي نرجع، عندي افكار هما والله حتى افكار كتبهم بلا ما زعما هاهم عرفتش كاميرا فوكس. المهم كتب افكار اللي واعرين، مقاليب، تجارب اجتماعيه، الواقع المعاش، كتب بزاف. يعني واخا حبست هاد الفتره هادي راني كاتب وكاتب وكاتب، يعني طورت من المحتوى وجبت شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي غادي تكون واعره ديال بصح، شي حاجه اللي غادي تكون عمرها ما دارت. داكشي علاش كنبغي نشكركم كاملين، والله كنبغي نشكركم بزاف، كنبغي نشكر الناس اللي مازال ليومنا هذا كيسولوا فيا. هذا هو انستغرام ديالي، هو هذا، مازال الناس كيسولوا فيا، مازال تيقولوا لي فينك، فين غبرتي، علاش حبستي، علاش هادي، علاش هادي. انا ما بغيتش نعاود لكم التفاصيل كامله، وانما كان طرا ليا مشكل كبير بزاف، الناس اللي قراب مني هما اللي عاشوا معايا داك المشكل اللي راه فريمون الحمد لله خرجنا منه سالمين والحمد لله. واخا كانت النيه ديالنا هنايا، كانت النيه ديالي ماشي عكس داكشي اللي فهموا الناس، وانما الفضل كامل تيرجع لله سبحانه وتعالى والناس اللي قراب ليا والناس اللي عاونوني وقفوا معايا ديال بصح، والحمد لله. تيقول لك مول النيه عمرو يخسر، الحمد لله كنا كنمشيو بنيتنا كنخدموا هادشي هذا بنيتنا، وهادشي هذا كنبغيوه، وماشي زعما عاد دخلنا للطوميل ولا تشرا. تقريبا راه تبارك الله راه غاديه في 9 سنين ديال الخبره في هذا الطومين هذا، والحمد لله الحمد لله. وقت ما كنتفكر داك المشكل تنقول الحمد لله الحمد لله، دزت من ازمات نفسيه حاده وحده ورا الاخرى، كنزيد نكتسب القوه والثبات في هذه الحياه والحمد لله. نقدر نقول لكم اكثر مشكل اللي مرت نفسانيا، يعني ما كذبش عليكم، شوف مرت دزت عليا ديال بصح، دخلت في واحد الدوامه اللي راه ما قدرتش نوصف لكم داكشي. واكثر حاله غادي نقول لكم كنت دخلت فيها هي الحاله ديال ثنائي القطب، كانت دازت عليا ديال بصح، كنت مرت
الدراري اللي قراب ليا وعشرين اللي قراب ليا عاشوا معايا واحد الفتره اللي راه فريمون فتره اللي قاسه. واخا كنت كنبان حداهم ضاحك وهادي، ولا انما فاش كنرجعوا للدار كتولي هضره اخرى. الحمد لله الحمد لله، وانا راه غادي نرجع ان شاء الله بقوه. الجيران كيدقوا كيرحفوا فيا حتى غادي نرجع. بغيت الفيديو هذا نحطو هكا بلا مونتاج بلا حتى شي حاجه، غنحطو سبونطاني اي الصوت. غادي نرجع غادي نرجع ان شاء الله بقوه. وخا التفاعل راه طاح بزاف، راه عامين عامين راه ما ساهلاش، ما خلينا طوندونس ما خلينا حتى شي حاجه. كنا طلعنا في الطوندونس في واحد الوقيته اللي كان صعيب باش انك تطلع فيه، وطلعت فيه الحمد لله. اخوان شكرا بزاف على الميساجات ديالكم، راه كنقرا لي كومونتير كنقرا بزاف. انا راه غادي نرجع وغادي نرجع ان شاء الله. المهم يتسناو فيديو في اي وقيته في اي لحظه نقدر نبوستي، ما نوعدكمش، يقدر هاد السيمانه يقدر السيمانه الجايه يقدر غدا يقدر بعده. المهم غيتسناو في اي وقيته الاخوان. وشكرا بزاف والله حتى شكرا بزاف، شكرا على الميساجات ديالكم، شكرا الناس اللي كيتلاقاو معايا. انا تحت كما تيقولوا الطلب ديالكم، وانا الطلب ديال رجليكم. الميساجات الزوينين الناس الزوينين اللي كيصيفطوا لي ميساجات الزوينين، اما بالنسبه للناس اللي كيسبوا والله حتى انا تنبغيكم، ما كاينش كرامه الاشكال. بالنسبه للناس اللي غيبقاو يقولوا شكون هذا اللي كيهضر هكا يا طاطا، تقدروا تدخلوا ترجعوا لاشين يوتيوب وتفرجوا عاود الفيديوهات، عاودوا ديروا لي لايك تروم لي كومونتير باش تعاود تريكوموندا لاشين يوتيوب ديالنا باش عاودوا نرجعوا بقوه. هذا هو الطلب الوحيد اللي عندي. ولا وصلتي حتى اللقطه هذه تقدر تدخل تعاود تفرج الفيديوهات، كثر من لي كومونتير. و شكرا بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الجديد، وتسناو في اي وقيته. السلام عليكم.